هيئة البث الإسرائيلية تتحدث أن نتنياهو أبلغ وزراءه بحل مجلس الحرب. كيف تقرأ بداية هذه الخطوة؟ وهل كانت متوقعة بعد استقالة جانتس وأيزنكوت؟ نعم كانت متوقعة، ولكن هو يريد أن يلغي مجلس الحرب خوفا من الذي يريده سموتريتش ومن كبير. ما هو يريده؟ يريد أن يكونوا أعضاء فيه. وما هي فكرة مجلس الحرب؟ فكرة مجلس الحرب أثناء الحروب التي خاضتها إسرائيل كان هناك حالة من الطوارئ، وبناء عليه المعارضة وغيره ينخرطون في الدولة حتى لا يكونوا في الحكومة ويتحملوا أعباء الحكومة، ينشئ لهم مجلسا. هذا المجلس هو مجلس الحرب، مجلس الطوارئ، سميه ما تشاء، وعليه هم يديرون المسألة التي من أجلها صارت الطوارئ، مثلا حرب، قصف، هزة أرضية، مجاعة، هكذا. وبناء عليه يصبح صلاحياته عالية جدا، ويصبح ما دونه أي الكابينيت أو الحكومة هم دونه بالمستوى القرار السياسي، هم الذين يقررون، لأن يعتبروا خيرة من استخدم. عندما أنشئ كان متأمل أن ينضم لبيد، وينضم المعارضة أيضا، وينضم الحزب المملختي، وينشئوا. فأنشئوا باتفاق ألا يكون فيه اثنين، سموتريتش وبنغفير، وعليه تم تشكيل هذا المجلس. نتنياهو لأنه بعد الاستقالة، وهو يعتبر ضربة قاسية، هي جيدة يجب أن نركز عليها، استقالة رجال أمريكا في إسرائيل، وأنا أركز على هذه العبارة، هي جزء من محاولة إضعاف نتنياهو للقبول بالمبادرة الأمريكية. المبادرة الأمريكية للآن الذي تكلم أن إسرائيل تقبلها هو وزير خارجية الأمريكي بلينكين، لم يتكلم أي مسؤول إسرائيلي إلا رئيس الدولة، قال نحن مع المبادئ العامة التي تكلم عنها. ولذلك الآن هو تم حله، اليوم صباحا أعلن رسميا أنه تم حله، وأنه سوف ينشئ جسما جديدا يسموه باللغة العبرية مطبخون، أي المطبخ المصغر. من هو، ما هو المطبخ المصغر؟ من أين جاءت الفكرة؟ جاءت الفكرة أنه بحالة وجود حكومة تزيد عن 20-25-30، لا يستطيع هؤلاء جميعا أن يجتمعوا ليقرروا أمور يجب متابعتها، مثل حرب الخليج، مثل الانتفاضة الأولى. فلا بد من وجود 5-6 ربما 7 يكون رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير المالية أحيانا، أو الوزراء الذي لهم خلفية عسكرية جزء من هذا المجلس. الآن سوف يعيد إنشاؤه. بالماضي ماذا كان فكرة المطبخون؟ هم رؤساء الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي. وربما أعتقد أن نتنياهو حتى يخرج من إشكالية المزاودين والمرتفعين أصواتهم داخل حكومته وداخل، سوف يطلب من كل حزب مشارك، أي يهود التوراة، شاس، الصهيونية الدينية، القوة الصهيونية، والليكود، أن يكون لهم مندوبين في هذا المجلس، ويصبح عنده جسم مصغر يدير الأمور الحساسة السريعة التي لا تحتاج مصادقة الحكومة، والتي أيضا لا تحتاج مصادقة الكنيسة، هي الأمور التنفيذية اليومية. باعتقادي نحن سوف نذهب إلى جسم اسمه مجلس وزاري مصغر مطبخون، يتشكل من رؤساء الأحزاب الموجودة، لأنه نتنياهو يعرف أن هذه عصبته، وهؤلاء هم الذين سوف يبقون معه، وهم يعرفون إذا سقط نتنياهو لن يعود للحكم، لذلك سوف يكون هناك تماسك أكثر في هذه الحكومة، وسوف يحاول هم أن يمرره وهو أن يمرره.